وانا هنصح اي حد واقول له فعلا ازاي تجيب فلوس اونلاين، هيبقى من خلال ان انت تركز على مهارة وتخليك وراها، ما تشتتش نفسك. اي مهارة بتجيب للعميل فلوس او بتوفر عليه فلوس او بتوفر عليه وقت، دي مهارات مطلوبة جدا في الفريلانس. لو هنيجي نضرب مثال ليها، حاجة زي طبعا انا كده التسويق لان ده مجالي، طبعا لو جينا ننزل في التسويق هنلاقي جوه التسويق بحر كبير، ويمكن دي برضو احد الحاجات اللي بتخلي الناس متشتتة او بتخلي الناس ما تنجحش. هيقول لك انا هبقى مثلا متخصص في التسويق الالكتروني او انا هتعلم تسويق الكتروني، مع ان التسويق الالكتروني ده اصلا لو جيت تبص جواه بحر واسع جدا. يعني هل انت هتشتغل مثلا اعلانات فيسبوك، اعلانات انستجرام، اعلانات على جوجل، اعلانات على يوتيوب، اعلانات على سناب شات، تيك توك، كل حاجة من دول ممكن شخص واحد يتولاها ويبقى متخصص فيها. يعني يمكن انا اللي مخليني معروف على اليوتيوب وزير الفيسبوك ان انا تخصصت فترة طويلة جدا في اعلانات فيسبوك بس، لان دي اللي خرجتني من الكابوس اللي انا كنت فيه. بعد كده لما ابتديت اتعرف فيها وابقى قوي فيها، ركزت بقى بعد كده على انستجرام وابتديت اتعمق اكتر وسيلز وحاجات كده، لكن هي برضو ابتدت من حتة معينة. فلو هنصح اي حد لسه بيبدأ، لا ركز في مجال حاجة زي دي. يعني لو هنبتدي نركز في المجالات دي تاني، ايه اللي عليه طلب اونلاين؟ الناس عايزة تعمل فلوس فعايزين تسويق، لان التسويق هو اللي هيخليك تتعرف تجيب فلوس، او انك انت اللي هتبيع. فان انت مثلا هتبتدي تبيع حاجة بنسميها الهاي تيكت كلوزنج، او اللي هو انت تتعلم السيلز او بتبيع الحاجات اللي هي سعرها غالي فتاخد كوميشن، فدي برضو حاجة هتجيب لك فلوس. او ان انت تعمل مونتاج، او ان انت تبتدي تعمل ديزاينز، لان دلوقتي كل صناع المحتوى بيعملوا كونتنت فعايزين حد يمنتج لهم الكونتنت ده، مظبوط. فده مطلوب جدا. وانت برضه هتعملها اونلاين وهترفع للبيزنس اونر، هترفع لصاحب المحتوى الفيديو بتاعه فهيديك فلوس. او الديزاين، انك تعمل لهم مثلا تصاميم اللي هي الصور اللي بتكون على اليوتيوب اللي الناس بتشوفها دي انت ممكن تعمل لها ديزاين.